السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم غادي نصايبو غريبه سهله ورخيصه. عندنا فيها كيلو ديال الطحين، عندنا جوج ديال المعالق ديال الكونفيتور، انا داير كونفيتور ديال الليمون، عندنا جوج البيضات، كاس ديال العنبه ديال الكاوكاو مطحون، وعندنا خميره وقبسه ملح، كاس صغيور ديال الحليب باش نذوبو غير الخميره، عندنا 250 غرام ديال السكر، ولتر من الزيت، وعندنا جوج ديال سكر الفاني، وجوج ديال البيكنج باودر الخميره الفوريه. غندوزو لطريقه التحضير، تابعوا معايا. نبداو بالنواشف، غنديرو سكر سنيده، نديرو كاوكاو اللي سبقنا وقلنا، كاس ديال العنبة عامر، نصيبو الخميرة في الحليب، خميرة معجونة، ندير الملحة، غنديرو سكر الفاني، جوج الخنيشات، خميرة الفورية، بيكنج باودر، غنمجزو النواشف مع بعضياتهم، نزيدو البيض دابا، عاد غادي نديرو بجوج المعالق ديال الكونفيتور، أنا درت ديال الليمون، والحليب، دابا نبداو نجمعو بالزيت، نبقاو كنكبو في الزيت حتى نجمعوها. من بعد ما كملنا داك ليترو ديال الزيت، هاي دي تجمعات لينا، هاي ولات سهلة كما كتشوفو، هانتوما كنجربوها في يدينا، الا تجمعات صافي بركة عليها، هي راه ما كندلكوهاش، هي غير كنجمعوها بالزيت صافي، ما تتدلكش صافي، هكا يعني موجودة باش نشكلوها، غنجمعها وغنرجع لكم. الهرم الهرم، وكنحطوها، كنكونو لاطا ماشي كندهنوها، كنديرو فيها غير الفورص دقيق، صافي تنكملو على هاد الشكل هذا، وكنبعدوهم حتى كندخلوهم للفران. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبة ديالنا اللي صايبات الوالدة ديالي الله يعطيها الصحة، هاهي هادي جات زوينة مازالها سخونة، شتي وهي كطيب كتعطي واحد الرائحة لذيذة، كتجي معلكة من الداخل بداك الكونفيتور اللي درنا. معليش كنصور معاكم برا، شفتي كاين شويه ديال الريح،
هو الشكل ديالها. نتمنى انكم تجربوها بالصحه والراحه، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش انكم ديروا جيم وتابونوا معنا، هذا فضلا وليس امر، والى اللقاء.